شو هاد؟ هذا الأكل يلي أنتي عملتيه امبارح بالليل، يلي طلع ما في ملح. رح حط عليه ملح يلي أنتي نسيت تحطيه. تفضل، ليش ما بطعميني هالأكل بإيدك أنتي؟ ستي شو؟ أنا ضفت عليه ملح ليصير أطيب، ولا أنتي شو رأيك؟ ايه ستي، بس هذا الأكل من مبارح ضل برات البراد، بيكون حمض. هذا اللي قصدته، هذا اللبن ضل برات البراد كل الليل، لهذا السبب بيكون صار حامض. ومثل ما صار بهاللبن، الارتباط اللي بيناتنا كمان صار حامض ومو منيح. نحنا ما رح نقدر نصلح هالارتباط أبدا، وإذا بدك نصيحتي أحسن لك إذا أنت بتستسلمي. ستي أنا بعرف إنه اللبن صار حامض يا ستي، بس ما انتزع. أنا وقت يلي بقرر أعمل شي لعائلتي مستحيل استسلم أو اتراجع عنه. ارتباطنا هلأ صار حامض قدام، ما رح تقدري تصلحيه. أنا ما رح أتخلص من الحموضة ستي، بس بدي خلي طعمتها تصير حلوة، وأكيد قدام رح تقدر على هذا الشيء. ما في حدا بيقدر يحقق المستحيل أبداً. خليني أقول لك شيء. في ثلاث شغلات ستي ما لازم تنسيهن عني أبدا. الأولى، أنا ماني وحدة غريبة عنك، أنا لسه بكون كنتك جدان، مو أنا كنتك يلي على طول بتحقق المستحيل. أنت يلي علمتيني هالشي ورح أعمل يلي علمتيني إياه ستي، رح أقدر أعمل هالشي. والشغلة الثانية هي ما رح خلي أي شي يفرق عائلتنا بهالطريقة هاي. يعني أنا حابة أني أنجح أول شي، وهذا الشي ضروري، بس لازم أوفي بوعدي. وكمان في ثلاث شغلات عني ما بدي إياك تنسيهم بحياتك. أولاً، مستحيل أني سامحه لأفيناش لو شو ما صار. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.